حدث مهم جدا على أرض مصر بنستعد له. هو في ظروف قد تبدو ظروفا يعني استثنائية صعبة، لكن كمان فكرة أن يقام مثل هذا الحدث هنا على أرض مصر، فرق من أنحاء العالم، بطولة كرة اليد التي تقام هنا، الحقيقة أننا يعني قادرون على النجاح، وقادرون على أن نقدم صورة ناجحة مشرفة، صورة عظيمة للعالم كله في مسألة التنظيم، في مسألة الإدارة، وأيضا في الرياضة بنعتمد كثيرا على الفريق الوطني. لدينا أمال أن تكون مصر دائما أفضل، مش بقصد المجال الرياضي بس، لكن أفضل على مستوى العالم في الصورة التي نستطيع أن نصدرها وأن نقدمها إلى العالم. على أي حال، دعونا في هذه الفقرة نتحدث عن هذا الموضوع، القدرة المصرية، ماذا سيحدث اليوم بدءا من السادسة أو السابعة إن شاء الله، المباراة الافتتاحية، وقبلها يكون الافتتاح. نذهب لكثير من الأحداث، هنتابع مع حضراتكم أولا بأول كل ما يستجد بطبيعة الحال. أرحب بضيفي هنا في الاستوديو، السيد ياسر قاسم، الناقد الرياضي، رئيس القسم الرياضي بالمساء، ونائب رئيس التحرير جريدة المساء. أهلا بيك، صباح الخير، رغم انه المساء يعني، بس صباح الخير. صباح الخير على حضرتك، منورنا. نور حضرتك، صباح الخير على حضرتك وعلى الساده المشاهدين، وان شاء الله يوم جميل على مصر وشعبها الجميل باذن الله. يا رب يا رب ان شاء الله باذن الله. والحقيقه انه هناك اهتمام من الدوله، من الاجهزه التنفيذيه بشكل كبير للغايه بكل التفاصيل التي تحدث، سواء بقى من أعمال تعقيم وتطهير واستقبال الفرق، والحرص على مسألة الصحة العامة والنظافة، ويعني إجراءات احترازية لمواجهة كورونا، وإن شاء الله الأمور كلها تتم على أفضل حال. رئيس الوزراء حضر بالفعل التدريبات النهائية لمنتخب كرة اليد في استاد القاهرة، وده استعدادا لبطولة العالم، حيث زار يرافقه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، واللواء علي درويش مدير استاد القاهرة الدولي. زاروا الصالة المغطاة باستاد القاهرة للوقوف على آخر الاستعدادات وتجهيزات النهائية بالصالة التي ستشهد حفل افتتاح بطولة العالم لكرة اليد 2021 التي تستضيفها مصر، ولمؤازرة المنتخب المصري أثناء تلقيه تدريباته النهائية. رئيس مجلس الوزراء في مستهل جولته بالصالة المغطاة أكد أن جميع مؤسسات الدولة تتكاتف معا من أجل إنجاح هذه البطولة التي تترقبها أنظار العالم سعيا للخروج بالمظهر اللائق باسم ومكانة مصر الدولية، لا سيما أن هناك تحديا لتنظيمها في ظل هذه الظروف الاستثنائية وتتمثل في انتشار فيروس كورونا. أنا بقرأ نص الخبر الخاص بزيارة السيد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي إلى الفريق ومتابعة التدريب النهائي والختامي، وبالتالي أيضا للوقوف على كل الاستعدادات الخاصة بتنظيم هذه البطولة، ليس فقط طبعا زيارة مؤازرة، لكن هذا أيضا مهم. اطمأن دكتور مدبولي على الاستعدادات النهائية في الصالة والتي تستضيف منافسات مونديال العالم لليد، إلى جانب الصالة المغطاة الأخرى بالعاصمة الإدارية الجديدة وبرج العرب و6 أكتوبر، حدث كبير. في الوقت نفسه أطلع وزير الشباب والرياضة رئيس الوزراء على آخر الاستعدادات النهائية التي تجري لنقل حفل الافتتاح الذي سيقام النهاردة مساء إن شاء الله. هناك فقرات عروض استعراضية بيتم تقديمها لأول مرة ترعي إبراز المظهر الحضاري لمصر، وكذلك مظاهر الحضارة المصرية القديمة. بعد كده راحوا لحضور التدريبات النهائية، والحقيقة أنه كمان في تصريح كده لطيف قرأته لرئيس الوزراء، قال فيه أنه رجال لعبة كرة اليد في مصر طول عمرهم ومن فترة طويلة مصدر فخر وإعزاز لمصر وللرياضة المصرية. دي حقيقة طبعا، تحياتنا للفريق الوطني ولكل من أسهم في تاريخ هذا الفريق الوطني، لأنه مش من النهاردة بس، مش لعيبة بتوع دلوقتي بس، لعندنا تاريخ حافل وجيد جدا في هذه الرياضة، ودائما تحقق كرة اليد المصرية انتصارتها إلى هذا. كلام دكتور مدبولي، ولدينا أمل كبير فيكم وربنا وفقكم، نحن جميعا في ظهركم ومعكم، وندعو الله بكل النجاح والتوفيق. الحقيقة أنه كل مصر
بتدعو للفريق الوطني. وقبل أن ندعو للفريق الوطني بندعو لمصر أن تنجح في تنظيم هذه البطولة بشكل جيد يليق باسم مصر ومكانة مصر على المستوى الدولي. أمر مهم للغاية، هذا هو المغنم أو الشيء الأهم، أنه نستطيع أن ننظم أحداثا كبرى في ظل تحديات كبرى زي اللي العالم كله بيمر بيها. مش أي حد في العالم، مش كل دولة تستطيع أن تنظم مثل هذه بطولة. مش تنظم بس، هي الفكرة أنها تتخذ الإجراءات الحقيقية التي تحفظ سلامة وأمن كل المشاركين. إن شاء الله ننجح في هذا الذي يعد تحديا كبيرا. أعود لحضرتك بقى وأترك لك الكلمة. يعني أنا قريت نص الخبر أستاذ ياسر، يعني كيف ترى مسألة هذا التنظيم الاستعدادات الجارية النهاردة؟ نتوقع أي بالليل؟ هسيب لك كلمة، تفضل. يعني أنا عايز أبتدي أن نرجع لورا شوية من ساعة مصر ما حظيت بالشرف تنظيم هذه البطولة. وهذا الملف بالتحديد، ملف تنظيم مصر لكأس العالم لكرة اليد نسختها 27، وهو بين يد القيادة السياسية ممثلة في السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. بيتابعوا متابعة يعني لحظية، لحظة بلحظة. ويترأس اللجنة العليا المنظمة رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي، ومعاه في هذه اللجنة ما يقرب من 11 وزير من مختلف الوزارات. لما تيجي تبص على هذا الهيكل التنظيمي لتنظيم البطولة، بداية من سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ودكتور مصطفى مدبولي والوزراء اللي موجودين، تعرف مدى قيمة وأهمية هذا الحدث بالنسبة لمصر. المفروض ان مفيش مجال لاحتمالات، لاي احتمالات غير النجاح ان شاء الله. ان شاء الله، تمام. فما يعني الملف والانشاءات والتنظيم والاستعدادات والظروف، في ظروف استثنائيه العالم كله بيعيشها. فانت العالم كله دلوقتي بيتابعك، البلد دي هتعمل ايه في ظل ان بطولات كتير بتتلغي، احداث رياضيه بتتلغي وبتتاجل و و و، لكن مصر قابله التحدي لان قيادتها وشعبها قادرون على خوض هذا التحدي في ظروف مش في مصر، في العالم كله. ما حدش يعني يمكن امبارح التشيك اعتذرت في اخر لحظه، وهي يعني زي ما بيقولوا كده على باب الطيارة عشان تيجي مصر. طب قول لي بقى الفرق المشاركة أهمها إيه؟ الشكل الرياضي بقى، الفرق اللي تأكد مجيئها أو جت بالفعل. كل الفرق تقريبا موجودة، يمكن باستثناء تشيك اللي اعتذرت امبارح لظروف ظهور 15 حالة إصابة بكورونا منهم 9 لعيبة، وبالتالي كان في صعوبة إن هم يجوا من الناحيه الفنيه. لا ده في استحاله انهم يدخلوا. يعني ما انت عايز تحافظ على يعني لا هو حتى لو غير التسعه، هو حتى لو غير التسعه تمام وجه بتسعه لعيبه تانيين يعني اضافهم على الفريق، تسعه لعيبه سلام، يعني بقى في صعوبه فنيه بالنسبه لهم. طبعا تسعه لعيبه هو مش مؤهلين بقى، ومش يعني مش متمرنين. مش هينفع تيجي يبقى شكلك وحش، وان انت شيك من الدول يعني اللي هي متقدمه في الرياضه، فما ينفعش تيجي تظهر بشكل مش كويس. انضم على طول مكانها مقدونيا الشماليه. وبالمناسبه كان في تنسيق مسبق ان في ويتنج ليست، قائمه انتظار لمنتخبات، تحسبا لمثل هذه الظروف، ان منتخب قبل ما يطلع من بلده تظهر عنده هذه الحالات فما يقدرش يجي، وبالتالي في منتخبات او اتحادات دولي ولجنه المنظمه في مصر في تنسيق كامل، ان في اتحادات تم التنسيق معاها ان انتوا خليكوا يعني ستاند باي، يعني ستاند باي، انتوا جاهزين في اي لحظه نرفع التليفون يا جماعه تعالوا عشان تلعبوا في بطوله العالم. بناء برضو على آلية معينة في اختيار هذه، يعني مش أي منتخبات. لا مش اللي فاضي يجي يعني. بالظبط كده، لا مش أي منتخبات، هم حوالي 6 أو 7 منتخبات متنسق مع اتحاداتهم إن ممكن في أي لحظة نطلبكم يا جماعة تعالوا تشاركوا في البطولة، طالما طبعا البطولة ما ابتدتش يعني. جميل. فكل الدول تقريبا موجودة، مفيش حد غايب. الدول الدنمارك
اهم الدول بقى يعني في هذا المجال. لقب طبعا الدنمارك حامل اللقب موجوده، فرنسا اكثر الدول استحواذا على اللقب 6 مرات موجوده، المانيا، السويد، كلها فرق كبيره قوي، كرواتيا، كل الفرق تقريبا يعني في 7 فرق او 7 منتخبات من المشاركين سبقوا وحصلوا على البطوله قبل كده موجودين في هذا الحدث، بجانب طبعا تونس والجزائر والمغرب، الدول الافريقيه والكونغو والارجنتين، يعني يمكن امبارح وصل حوالي 10 منتخبات، وقبل كده وصل ايسلندا والبرتغال والارجنتين والكونغو واليابان موجوده بقالها، موجوده في مصر بقالها اسبوعين منتخب اليابان، لان واليابان على فكره بالمناسبه يعني بمناسبه ذكر اليابان، اليابان تحديدا يمكن من اكثر الدول المتابعه لهذا الحدث. ليه؟ لان اليابان عندها تنظيم طوكيو 2020 في الصيف القادم 2021 هي ما زالت باسم طوكيو 2020 هي مؤجله لكن هي هتتلعب باسم طوكيو 2020 هي هتتلعب في 2021 طبعا بسبب اتاجلت من السنه اللي فاتت لفيروس كورونا. فاليابان بالتحديد متابعه ايه اللي هيحصل في مصر في البطوله ديت، مهم طبعا لان دي بطوله عالم فيها 32 منتخب، يعني اول مره، البطولة الماضية كانت 24 منتخب وكانت في دولتين بالمناسبة في أوروبا، دولتين استضافوا 24 منتخب، أنت النهاردة مصر بتتحمل مسؤولية مشاركة 32 منتخب، يعني أنت عندك تلت عدد الدول زاد على البطولة اللي فاتت، 8 فرق زيادة. بالظبط 8 فرق زيادة، فأنت يعني عندك بطولة عالم وكل نجوم اللعبة موجودين بالمناسبة، نجوم كبار جدا جدا موجودين من كل المنتخبات، الملايين النهاردة هيتابعوا عبر الشاشات في العالم كله حفل افتتاح البطولة والمباراة الافتتاحية، وهيتابعوا أيضا بقى على مدار الشهر يعني مصر إزاي بتتعامل مع هذا الحدث الاستثنائي، ايه اجراءاتها اللي بتاخذها، ايه الدنيا هتمشي إزاي، هتحافظ على النجوم دول إزاي، وهتحافظ على البعثات دي إزاي. طبعا يعني التحدي صعب جدا، يعني اكبر من اي حد يتخيله. النهارده انت يعني بتتحدى الطبيعه نفسها، مش بتتحدى اي حد تاني، بتتحدى الطبيعه، في فيروس بيضرب العالم كله وانت بتعمل بطوله بتجمع فرق من كل العالم وبتقول لا انا قادر ان انا ان شاء الله اطلع بهذه البطوله في افضل ما يكون واحمي ضيوفي ويشوفوا مصر قادرة دائما ان هي تعمل اي حاجة في سبيل ان الاحداث هي تستمر والدنيا تفضل ماشية. الحماية بامر الله اولا يعني طبعا ده اكيد ده اكيد احنا يعني بناخد الاجراءات بالظبط، الاجراءات الكبسولة اللي مقفولة على المنتخبات دي طبعا حاجة اجراءاتها مشددة جدا 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 جدا، مفيش اي اختلاط اي شخص يعمل داخل البطوله، مش بس البعثات، باي شخص يعمل داخل البطوله، اي شخص يعمل هنلعب بدون جمهور، هو طبعا بدون جمهور طبعا ويعني يمكن ده للاسف طبعا ان احنا الحدث ده يتلعب بدون جمهور، لكن احنا لازم نتقبل دوت بسبب الظروف الاستثنائيه اللي احنا فيها، لان لازم كان ده يحصل. يعني يمكن الاول كان تم الاعلان ان الجمهور هيحضر بنسبه 50% وبعدين تم التخفيض، لا كان الصاله مغطاه كمان يعني والصاله مغطاه ومقفوله، وبعدين برضو عايزين نشير ان كل الاحداث الرياضيه دلوقتي تقريبا كل الاحداث الرياضيه على مستوى العالم كله بتقام بدون جمهور، ابتدى يبقى في شويه مباريات، لا يعني في عدد محدود من الدوري الانجليزي فقط الدوري الانجليزي فقط سمحوا بعدد محدود جدا من الجماهير، وبرضو فرق كبير بانك تلعب في ملعب كره قدم كبير مفتوح تمام وصاله مغطاه مقفوله طبعا، فرق شاسع جدا جدا. بس بالمناسبه يعني الصاله المغطاه كمان انجاز رائع، الصاله المغطاه كبيره المساحه والحجم، يعني هي يعني مش طبعا حاجه عظيمه يعني اللي تم في ملف البنيه التحتيه والانشائيه لهذه البطوله محتاج حلقات يتم التحدث عنه، يعني انت مهم ان احنا نتكلم عن جزء منه. انت بتبني مش بس للوقت الحالي، انت بتبني للاجيال اللي جايه كمان، بتشجع على ممارسه الرياضه. النهارده بقى عندك مجمع صالات مغطاه في مدينه 6 اكتوبر واللي اطلق عليه اسم الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكره اليد، بقى عندك مجمع صالات مغطاه في
العاصمة الإدارية الجديدة بقى عندك في برج العرب، بخلاف طبعا التطوير والتجديد الشامل اللي حصل للصالة الرئيسية في استاد القاهرة بمدينة نصر، تطوير غير عادي. الناس هتشوف كل ده النهاردة. اللي حصل في انت نقلت كرة اليد في مصر نقلة تانية خالص، يمكن دي المرة التانية اللي مصر تستضيف فيها بطولة كأس العالم لكرة اليد. مظبوط. المرة الأولانية حصل فيها برضو إنشاءات وتطوير، لكن المرة دي كان في توسع غير عادي. طبعا مستوى تاني، مستوى تاني خالص. انت النهاردة بتستثمر في هذه المنشآت الرياضية، انت بس مش عامل مجرد منشأة رياضية، انت بتحسن جميع البنية التحتية المرتبطة بهذه المنشآت، سواء الطرق، اتصالات، انتقالات، كل الكلام ده انت بتحسنه، مش بس مجرد انك بتبني مبنى وبتبني صالة فيها شوية مدرجات وأوض لبس، لا، انت بتحسن كل ما يرتبط بهذه المنشأة، وبالتالي انت بتشتغل على المستقبل. النهاردة ال 32 منتخب لما يجوا ويشوفوا حجم هذا العمل، انت بتفتح مجال للاستثمار الرياضي. يعني النهاردة لما يجي المنتخبات دي وتشوف المنشآت اللي عندك والصالات والفنادق فالنهاردة يعني بعد كده هم يجوا عندك عشان يعملوا معسكرات. طب ما ده استثمار طبعا. يعني لما يكون عندك جميع الامكانيات دي متوفرة وفي بلد فيها كل الوسائل وفيها كل الامكانيات اللي تقدر تخليك تعمل معسكر تدريبي ناجح او تستضيف بطولة عالمية ناجحة، انت كده بتستثمر في هذه المنشآت، بخلاف طبعا الاستثمار في القوى البشرية نفسها اللي هي ايه. انت النهاردة بقى لما يبقى عندك كل هذه الصالات، انت بتوسع في ممارسة لعبة كرة اليد، بتقدر تدخل اجيال جديدة، بتقدر تحافظ على الشباب من خلال الرياضة، زي فعلا الرياضة أمن قومي بالدرجة الأولى. النهاردة كل ما كان عندك منشآت رياضية كتير، كل ما قدرت تستوعب الشباب والولاد الصغيرين إن هم يدخلوا في ممارسة الرياضة. فطبعا أنت النهاردة الصورة بتتغير، الصورة بتختلف، بتنهض بجزء مهم جدا 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 في المجتمع المصري، وهو المجتمع الرياضي اللي يقدر يستوعب ويعني يحتضن الشباب، لأن الرياضة بتحمي من حاجات كتير. طبعا حضرتك عارف طبعا. كل أشياء كتيرة جدا جدا بتحمي. فأنت النهاردة لما بتعمل منشأة رياضية الناس ما تبصلهاش إن هي مجرد ملعب لا، يعني النهاردة حضرتك لا أنت بتبني قطاع، يعني زي بقية القطاعات. طب خليني أسألك، يعني كي لا نفوت هذه الفرصة ونحن نناقش هذا الموضوع في هذا اليوم، كيف تتوقع الأمور بالنسبة لنتيجة المباريات؟ المنتخب المصري الفريق الوطني لكرة اليد، يا ترى يعني ممكن نعمل حاجة؟ هنوصل يعني لغاية فين في ظل طبعا يعني الفرص الرياضية والمجهود والعرق مطلوب، لكن كمان في دي حسابات، لأنه معروف من أقوى ومن متقدم، الدنمارك عاملة إزاي، وتاريخنا كان إيه؟ منتخبنا الحمد لله ليه تاريخ مشرف في هذه البطولة. يمكن أفضل مركز إحنا كنا خدناه كان المركز الرابع. خدناش تالت ساعتها؟ لا، خدنا أفضل مركز وصلنا له في تاريخنا. كان في تالت ورابع، 15 مشاركة ساعتها، ما غلبناش في المباراة. لا، وصلنا المركز الرابع. ده يمكن كان أفضل مركز إحنا حصلنا عليه، وبعد كده حصلنا مرة على المركز السادس، وأكتر من مرة على المركز السابع والثامن، ويمكن آخر أربع بطولات أو خمس بطولات كانت النتائج فيها شبه تراجع، إلى أن تحسننا في البطولة الماضية في 2019 وقدرنا نرجع تاني مع الثمانية الكبار اللي هم أفضل 8 منتخبات على مستوى العالم، وحققنا المركز الثامن في 2019. من 2019 حتى الآن في 2021 كرة اليد مرت بأكتر من اختبار، كرة اليد المصرية على مستوى جميع المراحل السنية. قدرنا ان احنا الحمد لله كمنتخب ناشئين نحصل على بطولة العالم لأول مرة، قدرنا كمنتخب شباب نحصل على المركز الثالث في بطولة العالم، طبعا دول انجازين كبار جدا. المنتخب الكبير، المنتخب الاول، قدر ان هو ياخد بطولة افريقيا في يناير الماضي في تونس خارج الديار، ويتأهل لأولمبياد طوكيو 2020 اللي هتقام بالصيف القادم.
فتلت انجازات كبيره جدا في فتره السنتين دول من 2019، من يناير 2019 حتى يناير 2021. انت واخد مركز اربع انجازات، رجعت تاني المركز الثامن او مع الثمانيه الكبار في بطوله العالم، حصلت على بطوله الناشئين بطوله عالم، مركز ثالث بطوله العالم الشباب، وبطوله افريقيا اخذتها في تونس ومن المنتخب التونسي اللي هو يعني من اشرس الفرق الافريقيه اللي ممكن تواجهنا. تمام، فانت اصبح عندك المنتخب اللي هتشارك بيه او هتبتدي بيه النهارده ان شاء الله عباره عن مزيج من الخبره والشباب، لعيبه عندهم خبرات كبيره زي احمد الاحمر، كريم هنداوي، علي زين، وقدرت انك تدخل معاهم المميزين من منتخب الناشئين اللي واخدين بطوله عالم والمميزين من منتخب الشباب اللي طالعين ثالث العالم، وبالتالي اصبح عندك قوام من الخبره والشباب مع مدرب هو حاصل على افضل مدرب في اوروبا العام الماضي روبرتو جارسيا الاسباني. تمام، في تفاؤل كبير جدا جدا بان المنتخب ان شاء الله يستثمر كمان ان هو بيلعب في بلده. تفتكر ممكن نخش المربع الذهبي مره اخرى؟ نتمنى ذلك. يعني هو طبعا لسه الكلام بدري قوي على الموضوع دوت، ما احنا لسه في بدايه البطوله بنتكلم بشكل عام، يعني بنتكلم في اول ماتش النهارده. لكن اعتقد هنواجه مين النهارده؟ النهارده هنلعب تشيلي في المباراه الافتتاحيه، ودي ان شاء الله تكون مباراه سهله يعني فنيا احنا اعلى منهم من تشيلي. يعني تشيلي طبعا من فرق امريكا الجنوبيه ملهاش تاريخ كبير في هم مهتمين بكرة القدم كاس العالم. معظم فرق امريكا الجنوبية طبعا برازيل، ارجنتين، تشيلي، اوروغواي، يعني تركيزهم الاول في كرة القدم زي ما حضرتك قلت فعلا. لكن انت دي رياضة، والعبرة بالمجهود داخل الملعب. يعني على الورق بره مصر اعلى من تشيلي، تاريخها اكبر من تشيلي في بطولة العالم. تشيلي طريقة مشاركتها في البطولة نفسها، هذه البطولة، ان المفروض كان في تصفيات تتعمل وما اتعملتش بسبب فيروس كورونا، فتم ترشيح تشيلي فدخلت بدون تصفيات. لكن كل ده كلام على الورق، المهم الملعب جوه هيبقى عامل ازاي، اللعيبة هتتعامل ازاي. الجيل الموجود في منتخب مصر حاليا عنده طموحه ملوش سقف بعد ما وقفوا على منصات التتويج وشافوا كل الامور ديت، وخصوصا اللعيبه الشباب والناشئين الصغيرين اللي عرفوا يعني ايه قيمه انك تبقى اول بطل العالم او الثاني او الثالث مع مجموعه من اللاعبين اصحاب الخبره زي ما قلت لحضرتك. عندهم طموح كبير جدا جدا ان هم يقدروا يحققوا انجاز افضل في تاريخ كره اليد المصريه في هذه البطوله، ويستثمروا اقامه البطوله والدعم المعنوي والدعم الإعلامي اللي موجود ليهم، والدعم القيادة السياسية ودعم وزير الشباب والرياضة. يعني البلد كلها وفراهم، كل واحد النهارده البلد كلها وفراهم، كل واحد النهارده. يعني أنا عايز أقول لحضرتك يعني مثلا يدعم منتخب البطولة واخدة اهتمام كبير جدا، وناس كتير مهتمة. يعني في ولاد صغيرين كانوا نفسهم يروحوا المدرجات ويشجعوا. ان شاء الله هنشوف هنقعد حوالين التلفزيون ومهتمين ونشوف حاجه تشرف، نشوف حاجه تشرف على المستوى الرياضي على المستوى التنظيمي. شكرا جزيلا لوجودك معانا ياسر قاسم، الناقد الرياضي، رئيس قسم رياضه في المسا ونائب رئيس تحرير جريده المساء. صباح الفل، شكرا جزيلا، كل توفيق ان شاء الله لمنتخبنا المصري، كل توفيق لمصر في تنظيم هذه البطوله، كل توفيق لحضراتكم في كل خطوة جيدة بتضاف إلى رصيد مهم جدا سواء على المستوى الشخصي أو على مستوى هذا الوطن الرائع.